اصبع اخير الناس كل ان شاء الله نهاركم زين. البارح مد فيديو على الاوراق اللي تهزهم، مشيت من بالي حكايه ال 91 على الاوراق اللي لازمين باش تعرس اصلا. انا مش بناخذ تذكره المترو. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمشي البلدية تاخذ شهادة عزوبية ومضمون، تاخذهم بالفرنسي. ما نعرفش كان شهادة عزوبية تاخذها بالفرنسي، تاخذهم تهزهم للولاية تعمل لهم رياليزاسيون في الولاية تبعت وتصويرها من الباسبور. ثلاثة اوراق هذوما وتبعت حتى في نهار تنجم تعملهم، ماهيش حكاية معناها. لا 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 محمد رسول الله. هي تمشي تقيد وكذا، اللي هي باش تعرس تخرج ورقه فيها لي زانفورماسيون نتاعك انت ومتاعها، تاخذها من هنا. ما هيش ماكمش مستحقين باش تاخذوا البيرميسيون من السفاره، ماكمش مستحقين. الورقه هذيك فيها كل شيء، جيبهم هي بالبنون وتبعثهم قبل ما تجي هي. هذاك هاو تسترهمهم البنون العربي، تمشي للعدو اللي حضر لك الواحد الصديق نتاعك بالوقت. ماذا بيك كل شيء يبدا حاضر قبل ما هي تجي، باش قبل ما هي ترجع لبولونيا وانتم باش تعرسوا عطيها صديق تهزوا معاه، مابقاش تخسر في الوقت. يا صديق قايد تبدل كل شيء باسمك انت باش تبعتك لانفيتاسيون، باسبوره بطاقة تعريف وكذا نتاعها، تبعتك لانفيتاسيون باش ما تخسروش الوقت باش فيسا فيسا. وذاك هو ربي سهل الناس كل. بالله نصيحة كيكة من عندي، والله يا اخوي ربي سهل الناس. كلموني عباد وكذا وحلين في امور سبحان الله، هذاك هو الظروف لنا متاع نساهم ولا حاسيل وبرشا مروفزين على حكاية الديس هذي. تنشوفوها في الجروب تكون يعرف هذي حكاية الديس. انا بس ما عنديش بصراحة علم فيها الحكاية. حاسيل ونصيحة قبل ما تعرس ولا قبل هكا تعرف روحك صادم على انفيتاسيون وعرس، يا فلوس في البنك يا مرأة تبدأ تخدم خدمة باهية، يا تدبر خدمة يا حسيل تبدأ فاهم أمورك. ناخذ سكرت الترام هاي، إن شاء الله نهاركم زين الناس كلها.